عندما أسقطت الدولة والعملية السياسية، كانت ميليشيا الحوثي في طرف، واليمنيون بكل أطيافهم في الطرف الآخر. باستثناء من تحالف مع الميليشيا من جناح صالح في المؤتمر الشعبي العام، برزت الدوافع الشعبية إلى العلن. قالت الميليشيا كلمة الانقلاب، وقال الشعب كلمة المقاومة كحق مشروع في الدفاع عن النفس. اليمنيون عندهم حساسية من الإمامة، ويدركون هذا الخطر العظيم الذي قاوموه والذي دفعوا ثمنه كثيرا. اليوم اليمنيون انتفضوا من كل مكان للدفاع عن الدولة، وأيضا لاستعادة المجد الذي صنعه آباءهم الزبيري والنعمان وغيرهم من رفاق الدرب. لليمنيين أسبابهم الموضوعية في مقاومة الحوثي باعتبارها المهدد المباشر لحياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويومياتهم، حتى تفاصيل احتياجاتهم بما فيها الماء والخبز والدواء. تحركت المظاهرات الأولى المراهضة لميليشيا الحوثي لحظة اجتياح صنعاء. انطلق الطلاب والشباب وأسموها بالجماعة الانقلابية، فقاوموها في بادئ الأمر سلميا كانقلاب شامل على الدولة اليمنية. قرابة 4 سنوات من عدوان الحوثي على الدولة وإسقاطها. 4 سنوات دمر فيها كل شيء في بلادنا، في كثير كل المحافظات تقريبا. وشعبنا قام الحوثي لأنه شعبنا مع بناء الدولة، مع مؤسسات الدولة، ضد المشاريع الانقلابية، ضد مشروع الاستيثار، ضد عودة الكهنوت إلى السلطة. نحن قمنا في بثورة 26 سبتمبر. أرادت ميليشيا الحوثي هزيمة الإرادة الشعبية المناهضة لها بالقمع والترهيب، وأرادت خلق انقسام غير وطني من خلال تبنيها خطابا طائفيا بامتياز. إلا أن اليمنيين احتفظوا بأسبابهم الوطنية للمقاومة، وهي أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية. استحضرت ميليشيا الحوثي الماضي المتمثل بعيد الغدير والوصاية والوصية، واستحضر اليمنيون المستقبل المتمثل بمخرجات الحوار الوطني، وقاوموا الميليشيا باعتبارها قاطع طريق مستقبل اليمن الاتحادي. اختلفت الأطياف اليمنية المناهضة للحوثي في التفاصيل، واتفقت في عناوين عريضة أبرزها إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. إلا أن حضور التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عمل على تشويش عنوان المعركة المتمثل باستعادة الدولة. أن الأهداف هي استعادة الدولة، كل مؤسساتها، الدولة التي نهبت في انقلابهم المشؤوم في 21 سبتمبر، لقد انقلبوا على 26 أو 27 مليون، انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني، انقلبوا على مؤسسة الدولة، انقلبوا على الجيش والأمن، هكذا هم الحوثيين ومن وراءهم إيران. احتفظ اليمنيون بالدوافع الوطنية لمقاومة الحوثي، وعلى الرغم من محاولة جر المعركة إلى انقسامات ما قبل الوطنية، ظل الخطاب الرسمي المناهض للانقلاب ملتزما بأهداف المعركة الأساسية. هو بالإصرار والعزيمة ممكن نتغلب على هذه العوامل، ولا ننسى أحيانا أن هناك بعض الاستراتيجيات الدولية التي تكون ربما تسبب التأخير لنظرة معينة، مثل الوضع الإنساني في بعض المدن. تعثر مشروع المقاومة بعد التوجه الممنهج للتحالف لإضعاف الجيش والمقاومة وإعاقة حضور الدولة في المناطق المحررة، وحاولت أطراف في التحالف خلق أسباب أخرى لمقاومة الحوثي غير تلك التي كانت منطلقات اليمنيين.